الحقيقة الهندسة كل يوم في تطور رهيب جدا، بيظهر تريندز كل يوم بشكل مختلف وبشكل أحسن من اللي قبليه. هنلاقي فيه تريندز كتيرة جدا في الهندسة. في اللي بيقرأ في المجالات دي هيلاقي إن في حاجة اسمها البيم، البي أي إم، بيلدينج انفورميشن موديلينج. هيلاقي في حاجة اسمها الأوتوميشن والأوتوميشن إن كونستراكشن بشكل أكبر. هيلاقي في حاجة اسمها الأوجمانتد رياليتي. هيلاقي حاجة اسمها الجي بي ار او الجراوند بنتريشن رادار. كل الترندز دي موجوده بشكل كبير جدا وبدات تنتشر بشكل معمق جدا خلال الفتره الاخيره، وبدا يظهر ليها ابلكيشنز بشكل قوي جدا في الهندسه كابلكيشنز الفتره الاخيره. في الحقيقه لازم يحصل كده عشان نقدر نواكب التطور اللي بيحصل ونقدر نطبق التكنولوجيا اللي بتحصل داخل الفيلد بتاعنا كانجينيرينج. الهندسة خلاص ما بقتش معتمدة على جزء التصميم او جزء التنفيذ في الموقع، لا، بقى فيها تريندز تانية وبدأ يدخل ليها تكنولوجي تانية تطور منها وتوفر من التايم وتوفر من الايفورت والكوست اكيد بشكل كبير جدا. اللي بيعرف الترندز اللي بتظهر في الهندسة هيلاقي تريندز كتيرة جدا وتطبيقاتها. هتكلم في الفيديو ده عن تطبيق مهم جدا جدا وهربطهم ببعض، وهو البم بيلدينج انفورميشن موديلنج، واحد تطبيقاتها وهو ال 3 دي ليزر سكاننج. اللي بيعرف في تقنية البم هيلاقي ان البم هي البيلدينج انفورميشن موديلنج، وكمان هيلاقي انه في مقال مهم جدا اكيد اراه وهو البم از نوت ريفيت. دايما احنا رابطين البم بالريفيت، تعرف بم يبقى اكيد تعرف ريفت، ما تعرفش ريفت يبقى اكيد ما تعرفش بيم. هو الحقيقه مفهوم البيم اوسع بكتير جدا جدا من البيم، ولكن خلينا نقول ان الريفت احد الدعائم الاساسيه للبيم حاليا. ده جلوبال ماركت وده شيء مسلم بيه، فمن الضروري ان انا اتعلم احد تولز البيم اللي بتسهل عليا البروجرامينج او بتسهل عليا الموديلنج الخاص بالبيم. في النهايه الحقيقه انا لما درست الماستر في جامعه القاهره درست هندسه انشائيه، بس كان انا كنت بحب البيم جدا من وقت ما كنت بدرس في الجامعه. من 2013 بدا اهتمامي بالبيم بشكل كبير جدا، والحقيقه فكرت ان انا ادرس ماستر فيه، لكن مع البحث ما لقيتش ماستر متخصص في النقطه دي، فاضطريت ان انا ادرس هندسه انشائيه. وكمان بعد فتره ربطت البيم بالهندسه الانشائيه بالستراكشر انجينيرنج، فدخلت في نقطه البحث في النقطه دي وبحثت ولقيت في بحور كتيره جدا وترينز كتيره جدا تقدر تربط البيم بالهندسه الانشائيه، كان اهمها هو ال 3 دي ليزر سكاننج. الحقيقه البيم كيوز اوف بيم في البيلدينجز وفي الانفراستراكشرز موجود في تو ويز، في ناحيتين او في طريقين. طريق للنيو بيلدينجز، المباني او الاب كومينج بيلدز، المباني الجديده، وكمان الاكزيستنج بيلدينجز. يعني البم اقدر استخدمها لاتجاهين، للابكومينج بيلدينجز والاكزيستنج بيلدينجز. في الحقيقه استخدام البم في الابكومينج بيلدز، في المباني اللي هي هتنشا لسه، اللي هي لسه بيتم عمل ليها بلاننج ورسومات ومخططات والى اخره، ده سهل جدا جدا استخدم فيها البم. سهل جدا اطلع المودلز بتاعتي بالريفت، سهل جدا اكاريت الاستراكشر والارك والام اي بي مودلز، واقدر اعمل ليهم كوردينيشن بشكل كويس، واقدر اطلع الكلاشز واوفر كل المشاكل اللي ممكن تحصل لي بسبب الكاد سيستم، واطبق البيم معايا كفكر وكهدف داخل المشروع، لانه ما بتقتصرش عند مرحله الدوكيومنتيشن في الاول او مرحله اخراج الرسومات وبس، لكن بيكون المعضله الاساسيه هو ازاي اقدر اطبق البيم للاكزيستنج بيلدينجز او الاس بيلت بيلدينجز، المباني القائمه. المباني القائمه الحقيقه استخدام البيم ليها بتفاصيل كتيرة. ممكن يكون عندي مباني قديمة ملهاش documents، مفيش ليها توثيق، ملهاش أي تفاصيل، ملهاش ورق، ملهاش داتا، ملهاش information، وبالتالي أنا محتاج أكريت ليها information، محتاج أكريت ليها models تحتوي على information بتاعتها. فده أحد استخدامات البم في نقطة existing buildings. في مباني ممكن يكون فيها defects إنشائية، structural defects، عيوب انشائيه، فمحتاج ان انا اعالجها،
هل البيم هتساعدني في الموضوع ده ولا لا؟ بالفعل بتساعدني، وفي تطبيقات كبيره جدا للموضوع ده زي الجي بي ار او الجراوند بنتريشن رادار، اللي بيقدر يعمل لي استراكشرال اسسمنت، تقييم انشائي للاليمنتس اللي موجوده على الطبيعه. وده كان المين توبيك لرساله الماستر بتاعتي، اللي هو يعني ازاي اقدر اعمل استراكشرال اسسمنت للبريجيدكس. وده الحمد لله تم واتعمل على كيس ستادي موجوده في مصر على كوبري احد الكباري، والحمد لله الموضوع خلص على خير. ازاي اقدر استخدم بقى البيم في الاس بيلدنج، في الاس بيلد بيلدنجز؟ وهتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ال 3 دي ليزر سكاننج. ايه هو ال 3 دي ليزر سكاننج، وازاي اقدر استخدمه في الاس بيلد بيلدنجز، وايه تطبيقه مع البيم؟ يعني ازاي اقدر اربطه بالبيم؟ بعض المهندسين، انت دلوقتي لو بتشوف الفيديو ده وبتستخدم ريفت، افتح ريفت هتلاقي قائمه الانسرت في توبك كده اسمه البوينت كلاود. الحقيقه البوينت كلاود او التفصيله دي او التاب ده او الامر ده مهم جدا. ايه البوينت كلاود؟ الحقيقه ان البوينت كلاود ده عباره عن ملف فيه بليونز اوف بوينتس، ملايين من النقاط. جت منين الملايين من النقاط دي؟ في جهاز اسمه ال 3 دي ليزر سكانر، وده جهاز ماسح ليزري ثلاثي الابعاد طبعا، بيطلع الاحداثيات الكوردينيتس اوف بوينتس اكس واي وزي، بيطلعهم في فايل. انا الفايل ده بقدر ادخله داخل ريفت، بيكون عندي بليونز اوف بوينتس، فيقدر يكونكت كل النقاط ببعض. يعني انا بيكون عندي جهاز زي التوتال ستيشن او زي الميزان للطلبه اللي بتدرس، اقدر احطه في مكان معين واوجهه على المبنى في ستيشن معينه، فيطلع لي احداثيات النقاط بتاعه كل بارت في المبنى. عندي مثلا الدعامات بتاعه الكوبري، البيلرز، عندي الفاونديشنز، عندي الديكس، البوكس ديكس، عندي الهاندرلز بتاعه الكوبري، كل التفاصيل دي هو يقدر. ده انا بتكلم كانفراستراكشر فور ابريدج، ممكن يكون في بيلدنج عماره، او ممكن يكون في تانل نفق. بتكلم ات اول بيلدنجز بشكل عام، هتقول هو يقدر يطلع لي النقاط، احداثيات النقاط لكل نقطه من دي. هو بيوجه زي راديو كده، او بيوجه شعاع يديني نقطه تانية، او يديني ريفرس نقطه تانية، ريفرس بوينت، فيطلع لي الاكس واي زي كوردينيت للنقطه دي. في الحاله دي انا اقدر ادخل الملف ده داخل ريفت، وهو يكريت لي ال 3 دي سيرفيس الخاص بالبوينتس دي. هو يجمع كل النقاط في 3 دي سيرفيس. من خلال ال 3 دي سيرفيس ده انا اقدر اكريت 3 دي سوليد اوبجكت، ومن خلاله يكون عندي 3 دي element، 3 دي موديل داخل ريفت، وكريت الموديل بتاعي داخل ريفت. وده استخدامه واستخدام الليزر سكاننج المهم جدا داخل ريفت، وده الحقيقه تم استخدامه في كيس ستادز كتيره جدا هوضحها في البرزنتيشن اللي جايه بعد شويه. تم استخدامه في كيب تاون في جنوب افريقيا، وتم استخدامه في مصر في حد الدول العربيه، عندنا في مصر في القاهره، جامعه القاهره، معمل تكنولوجيا التشييد تحت اداره الدكتور او الاستاذ الدكتور محمد مهدي. قدر يعمل البروسيس دي في جامعه القاهره في الساعه بتاعت جامعه القاهره، قدرنا نعمل ليها 3 دي موديل من خلال الليزر سكاننج، واتعمل ليها 3 دي موديل على ريفت، وكمان في النهايه قدرنا نعمل ليها 3 دي برينتنج، واتعمل ليها طباعه ثلاثيه الابعاد. وده كان احد التطبيقات، واحد التطبيقات الثوريه جدا في البم او في الهندسه بشكل عام، اللي هو استخدام الليزر سكاننج والبم، بحيث ان انا اقدر اكريت موديلز للاس بيلد بيلدنجز اللي موجوده. زي ما احنا عارفين المودلز اللي بتتعمل دي اتس ريبوزيتوري اوف انفورميشن، مخزن ومستودع معلومات. البيم موديل هو اتس ا موديل اوف انفورميشن، يعني هو موديل معلومات. احنا بنموديل في الريفت بنموديل معلومات بس. المعلومات دي بتقدر تبني الموديل بكل تفاصيله، الاليمنت ده واصل من ليفل كام لليفل كام، الداتا بتاعته، كل التفاصيل اللي على الاليمنت ده اقدر اعرفها من خلال ريفت. وده بيكون استخدام الليزر سكاننج والبيم في الانجنييرنج بتاعتنا. الحقيقه كان هيتم استخدام النقطه دي، وكان هيتم العمل على الموضوع ده في رساله الماستر، ولكن لظروف استخراج وثائق والى اخره تم الغاء النقطه دي،
الحقيقه تم عمل بحث فيها كويس جدا، وهرفع لحضراتكم بيبرز وابحاث اتكلمت في الموضوع ده بشكل معمق. وكمان في البرزنتيشن هتكلم على انواع الليزر سكانرز وايه الطرق وايه الخطوات عشان اقدر اكريت 3 دي موديل على الريفت من خلال الليزر سكاننج واستخدامه وتطبيقاته في البيم بشكل اوسع من كده. الحقيقه نصيحتي للكل انه يوسع مداركه بشكل اكبر في الفيلدز وفي الترندز اللي بتظهر الفتره الاخيره، وايه تطبيقاتها سواء في سواء البم سواء الاجمنتد رياليتي سواء الجي بي ار سواء الليزر سكاننج 3 دي ليزر سكاننج. طبعا التفاصيل دي مهمه جدا، وهي دي التفاصيل وهي دي الترندز اللي بتقود العالم حاليا.